نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت ميركل تقر كنت أغش أحيانا في المدرسة. أفصحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سر يرجع تاريخه إلى طفولتها، فقد اعترفت ميركل أمام تلاميذ في المرحلة الابتدائية خلال إطلاق مشروع القراءة المعروف باسم برج الكتب بأنها كانت تغش أحيانا في حصص المطالعة المدرسية. إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت اختراع ملابس تنمو مع الطفل، تمكن مخترع بريطاني شاب يدعى رايان ياسين من تصميم نوع جديد من الملابس اسماه بيتي بيل، ينمو مع الأطفال ويلائم التغير السريع في طولهم وبنيتهم الجسدية. وقال ياسين إن فكرة هذه الملابس تكمن في توظيف نوع من القماش بإمكانه التوسع والانكماش حسب الحجم، بما يشبه طريقة عمل أوراق الأوريغامي التي اشتهر بها اليابانيون. مع صحيفة القبس الكويتية التي عنونت متحف يحتفي بالهواتف القديمة، قدم خبير تكنولوجي سلوفاكي فرصة للجماهير لزيارة متحفه للهواتف المحمولة القديمة ليحيي في ذاكرتهم تلك الفترة التي كانت الهواتف المحمولة فيها تزن أكثر من جهاز الكمبيوتر ولم يكن بمقدور كل الناس شراؤها. وجمع الخبير التكنولوجي مخزونا من الهواتف القديمة من على الإنترنت، وتضم المجموعة اليوم أكثر من 1500 طراز أو 3500 قطعة متضمنة النماذج المكررة. صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت علماء يطورون تكنولوجيا تجعل وقود الخلايا أرخص وأكثر استدامة. نجح علماء أمريكيون في تطوير تكنولوجيا جديدة يمكن أن تجعل وقود الخلايا أرخص وأكثر استدامة، وهو ما يمثل سبقا على طريق الإسراع بتسويق وقود الخلايا في المستقبل القريب.